من جهته أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن شكره للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لتفضله برعاية هذه الفعالية الوطنية الجليلة، مشيدا بالدعم الفعال والمتواصل من لدن جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لقطاع النفط والغاز من أجل مؤازرة جهود التنمية المستدامة. وأضاف أن افتتاح المركز الجديد يأتي في إطار الجهود المبذولة في شركة بابكو لدعم خطة الاستجابة للطوارئ والأزمات وضمن مساعيها الجادة لتعزيز جاهزيتها والارتقاء باستعدادات أطقمها في مواجهة الحالات الطارئة. نرى جاهزية جميع الجهات من وزارة الداخلية وشركات النفطية، وبإذن الله لا نحتاج أن نتعامل مع مثل هذه الحوادث، ولكن الاستعداد لها مهم. واليوم نفخر بشركة بابكو وما وصلت إليه في هذا المركز المتطور للتعامل مع مثل هذه الحوادث. اليوم البحرين عندها لجنة وطنية لمكافحة الكوارث تتبعها مجموعة لجان، من الأعمال التي تشرف عليها في حال وقوع مثل هذه الحوادث هو الانسكابات النفطية. اليوم نتعامل مع هذه الجزئية بفرضية انسكاب فعلي، ونتعامل معه من خلال معدات الشركات وتعاون الشركات في أجهزتها ولجانها التي تتعامل مع هذه الحوادث.